عندنا مقومات سياحيه مش موجوده في اي دوله موجوده في العالم، بس للاسف احنا عندنا قصور في حاجات معينه. لو اتعالجت هنستقبل عدد كبير جدا من السياح، ولان ده اساسا يعتبر اول مقصد سياحي معظم السياح بيحبوا يجوا. انا شايفه ان احنا عندنا قصور في حاجات معينه اللي هي الدعايه الخارجيه للبلد. المفروض ان احنا نشتغل على النقطه دي، نحاول نفتح اسواق جديده لسياحه المفروض ان هي كانت بتجيلنا قبل ثوره يناير وابتدت توقفت لفتره كبيره، منها طبعا السياحه الروسيه، منها سياحه الدول الاسكندنافيه زي النرويج والسويد، كان بيجي منها عدد كبير جدا من السياح. نتيجه خوف بعض السياح وعزوفهم عن القدوم لمصر ده طبعا اثر كتير قوي على قدومهم. احنا ببساطه جدا بمجرد ان احنا نقدر نعمل دعايه كويسه للبلد بره، وافضل حاجه ان هم يختاروا سفراء من الناس اللي شغاله من المجال نفسه، لان هي اقدر حد على ان هي تتكلم وعلى التسويق الجيد للسياحه المصريه، خصوصا ان احنا مش ناقصنا حاجه، احنا عندنا عماله كويسه جدا وعماله عندها خبره عاليه جدا في المجال ده، عندنا فنادق على مستوى عالي، عندنا طبعا متاحف واثار مختلف العصور، عندنا كذا مقصد سياحي سواء سياحه علاجيه سواء سياحه ترفيهيه ثقافيه، فكل دوت بيدي تنوع جميل جدا لاي سائح مفروض عايز ينشر مصر ان هو يجي فيها. The book of the dead is one of the prominent books in the history because this is a wonderful spelling, religious spelling to ensure that the person is why you choose Egypt as a destination to visit. Well, something special. Which is? Like the, what's it called, the pyramid something, we want to see it for a long time. So we have few days holiday, so just so this is your wishes to come to Egypt to visit the treasure here, which you're not found anywhere else. Okay. And what about the museum? How you find it? It's quite good. So many information and How is the collection of King Tut and Amun-Re? How you find it? A lot. Good. Yeah, never seen that before. It's a real goal. it's too much money. Yeah. Okay. So will you recommend Egypt as a destination for some of your friends to come to visit? Actually have to come because actually you couldn't find this one in elsewhere anyway. The collection and the amount that you find is not found anywhere else. Okay. So this is your decision to come to the museum for the visit, or it's a family decision? Actually, usually I'm the one who make the decision. You are the leader. Yeah. So you are the boss for them. هي انا اول حاجه سالتها هي اول مره بتزور مصر، هي قالت هي اول مره بتزور مصر. تاني حاجه بقول لها اختارتي مصر ليه عشان تيجي، فقالت لي مصر من الحاجات اللي احنا بنحلم بالنسبه لنا حلم ان احنا نيجي هنا، خصوصا الاهرامات اكتر حاجه بتشد اي سائح ان هو يجي هنا. اختيارها للمتحف المصري هو اختيارها هي بتقول انا البوس، انا اللي بختار التور هيبقى ايه. واكتر حاجه عجبتها في المتحف التريجر روم بتاعه توت عنخ امون اللي هي غرفه الذهب، بتقول لي طبعا ذهب كتير جدا وفلوس كتيره، والمامي روم طريقه الحفظ بتاعه الجثمان بتاعه الملوك مبهره بالنسبه لها. فسالتها لو هل هتعملي ريكومنديشن او يعني زي توصيه ان اصحابك يجوا يزوروا مصر تاني، فقالت لي طبعا بالتاكيد، لان هي واحده من المناطق اللي صعب ان الواحد ما يجيهاش مره في حياته.